القيمة النجفية مشهورة مو على مستوى النجف، على مستوى العالم صارت يعني سفرة أبا عبد الله الحسين عليه السلام. تتكون القيمة من الحمص ولحم، كمقادير كيلو لحم كيلو حمص، ويعني طريقتها نبدي بصل، نبدي نحمس البصل واللحم والحمص نجبه، وبهارات نستخدم بهارات الدارسين، الكمون، الكركم. أول ما نحمس اللحم طبعاً، نحمس اللحم يا بلي طريق مدة يعني استواء الحمص تقريباً 4 ساعات، وراها نشف مايها ونشتغلها بالتخماخ. هاي الطريقة وراها مواد كمعجون كبهارات. هاي السال قيمة سال تقريبا هذا بي احنا، هاي لحم وحمص، بعد هاي بداية هسا بداية التخماخ يعني. هذا هنا سال لحم عجل، هذا تقريبا مستخدمين ليه مال الغنم. هاي تقريبا ساعة 5 ساعات إلى 6 ساعات. نشوف راح تنتهي تطلع القيمة ونشوف. تقريبا بعد ساعة، ساعة ونص إن شاء الله كاملة. إن شاء الله إن شاء الله بفضل الله. القيمة النجفية مشهورة مو على مستوى النجف، على مستوى العالم صارت يعني سفرة أبا عبد الله الحسين عليه السلام. تتكون القيمة من الحمص ولحم، كمقادير كيلو لحم كيلو حمص، ويعني طريقتها نبدي بصل، نبدي نحمس البصل واللحم والحمص نجبه، وبهارات نستخدم بهارات الدارسين، الكمون، الكركم. أول ما نحمس اللحم طبعاً، نحمس اللحم يا بلي طريق مدة يعني استواء الحمص تقريباً 4 ساعات، وراها نشف مايها القيمة النجفية مشهورة مو على مستوى النجف، على مستوى العالم صارت يعني سفرة أبا عبد الله الحسين عليه السلام. تتكون القيمة من الحمص ولحم، كمقادير كيلو لحم كيلو حمص، ويعني طريقتها نبدي بصل، نبدي نحمس البصل واللحم والحمص نجبه، وبهارات نستخدم بهارات الدارسين، الكمون، الكركم. أول ما نحمس اللحم طبعاً، نحمس اللحم يا بلي طريق مدة يعني استواء الحمص تقريباً 4 ساعات، وراها نشف مايها ونشتغلها بالتخماخ. هاي الطريقة وراها مواد كمعجون كبهارات. هاي السال القيمة سال تقريبا هذا بي احنا، هاي لحم وحمص، بعد هاي بداية هسا بداية التخماخ يعني. هذا هنا سال لحم عجل، هذا تقريبا مستخدمين ليه مال الغنم. هاي تقريبا ساعة 5 ساعات إلى 6 ساعات. تقريبا بعد ساعة، ساعة ونص إن شاء الله كاملة. إن شاء الله إن شاء الله بفضل الله.
بعد هاي وراها بدايتها هسه باعتبار مني. ننتقل للتمه نشوف. ماكو مشكله. اي الله يوفقكم. التمن بعد ساعه راح نبدا به مع الدب ما يحارف. التمن الحمد لله كل العراقيين يعرفون طبخ التمن، ما يريد له بزل. هاي طريقة البزل. هذا سيدي ساعه ذبينا التمن. طريقة حسب نوعية التمن. وين هي الساعه التمن اكثر الانواع الهندي تقريبا. قبل كان سابقا العنبر العراقي، ساعه العنبر بعد قليل. طريقة طهي يعني مو ما عدا ربع ساعة مو أكثر. إي حسب نوعية التمن. وأنتم عادة تشتغلون بأي نوع من التمن؟ لا هذا سائد بالعراق كله هندي. العنبر بعد هو له نكهة خاصة وهاي بس قليل بعد. فترة الفور مع المعجون والبهارات. هذا طحين حمص هم شوية الفورة على مود تخاف ريحة شيء تطلع المونة مالته. هذا حمص مطحون. الساعة نضيف المعجون والبهارات نوم بصرة نسويها خبطة بقدر ثاني ونخليها بالقدر. الساعة بس شوي نخبط الطحين حمص وراها المرحلة مع المعجون. هاي المعجون راح يخلوه بهذا القدر. هذا ماي اللحم نطلع ماي اللحم على مود ندق الحمص براحتنا. اي من سلقناه ننشف مايه ويبدون بالتخماخ. نطلع ماي القيمه كلها ننشفها ونبدا بيها بالتخمار. هذا الماي يرجع ما يعني يرجع كله كانما مونه الحمص بيها مونه اللحم. احنا هاي الايام ننتظرها على فارغ الصبر خصوصا العشره من محرم تبدا عندنا المجالس مستمره والطبخ زاد ابو عبد الله الحسين ونبدا بالطبخ والمجالس. وهسه احنا كمان سويناها كامله هاي.